السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، معكم الأستاذ ياسر معلم التربية الفنية. اليوم بإذن الله هنبدأ مع بعض درس من مواضيع مجال الزخرفة، ألا وهو موضوع أزخرف بالمربع والمستطيل. عندنا اليوم شكلين من الأشكال الهندسية زي ما احنا شايفين هنا في الصورة. الشكل اللي على اليمين باللون الأصفر ده اسمه المستطيل، واللي موجود على الشمال هنا ده اسمه المربع. في حياتنا اليومية بنشوف أشكال هندسية كتيرة قوي، زي المثلث مثلا، زي الدائرة، زي المعين، بالإضافة مثلا للشكلين اللي احنا هندرسهم اليوم وهنعرف بعض التفاصيل عنهم، وهنعرف ازاي نميز ما بين المربع وما بين المستطيل. في فرق بسيط لو دققنا قوي في الشكلين اللي قدامنا، ده المستطيل اللي باللون الأصفر، بنلاحظ في شيء ان في ضلعين طولهم أطول من الضلعين التانيين، يبقى المستطيل في ضلعين أطول من الضلعين التانيين، بينما المربع هنا جميع أضلاعه متساوية، يعني الأربع أضلاع هنا نفس الطول واحد، لكن في المستطيل في ضلعين زي ما احنا شايفين أطول من الضلعين التانيين. والاتنين دول بنشوفهم في أشكال كتيرة في حياتنا اليومية، يعني لو شفنا باب البيت، باب الغرفة، لو شفنا الشباك، شفنا الجدار، دي كلها أشكال أو رمز للأشكال الهندسية اللي هي موضوع درسنا اليوم. الشكلين دول زي ما اتفقنا ان هما بيختلفوا عن بعض في ان احد الشكلين له ضلعين، اللي هو المستطيل له ضلعين اطول من الضلعين التانيين. لكن في الشكل العام يعتبر الاتنين قريبين من بعض، بيختلفوا طبعا عن الشكل العام للمثلث، بيختلفوا عن الشكل العام للدائرة، بنكون بينهم تقارب ما بين المربع والمستطيل، في تقارب ما بينهم. الشكلين هنا في البداية لما شفناهم اللون الأصفر وشكل المربع هنا مفيش عليهم أي رسومات ولا عليهم أي زخارف ولا كتابات. احنا هنحاول مع بعض نختار أشكال معينة زي اللي عندنا في الصورة دي مثلا، دي زخارف بتسمى زخارف نباتية. الزخارف النباتية دي ممكن ناخد نفس الشكل أو أشكال قريبة منها، أو بنصمم أي شكل من عندنا، ده يسمى شكل أو زخارف نباتية. في عندنا الشكل ده تاني يعتبر زخارف هندسية. في عندنا نوع تالت من الزخارف بيسمى زخارف كتابية. يبقى احنا عندنا زخارف نباتية، عندنا زخارف هندسية، زخارف كتابية. اي شكل من الاشكال دي ممكن نستخدمه في تجميل المربع وتجميل المستطيل عشان نطلع منهم عمل فني مميز ذو قيمة جمالية وقيمة نفعية. ازاي قيمة نفعية؟ يعني بدل ما هو مجرد ان هي رسمة موجودة على صفحة او موجودة في كراسة التربية الفنية، بنطلع منه شكل جمالي، زي لو شفنا علب الهدايا اللي بتستخدم، اللي بنشتريها من المحلات، علب الهدايا دي بنلاقي عليها بعض الزخارف وبعض الرسومات بأشكال مختلفة. هنا مثلا ده علبة من علب الهدايا، هنا مثلا ممكن شنطة خاصة بمحل أو مركز تجاري، بنحط عليها زخارف بتديها قيمة جمالية أفضل من إن هي تكون بدون زخارف وبدون رسومات. طيب نسأل سؤال، هل أفضل إن احنا
نخلي الشكل الهندسي زي ما احنا شايفين عليه زخارف بالشكل ده، ولا يكون بدون زخارف بالشكل ده؟ أيهما أفضل؟ الشكل الهندسي طبعا بعد ما أضفنا ليه جماليات من الزخارف بيكون شكله أفضل بكتير، وبيدينا لمسة جمالية، وبيحسسنا بالسعادة لما بنشوف الألوان المبهجة اللي عليه والتصميم الجميل، بيكون طبعا أفضل من إنه يكون بدون زخارف. يبقى إحنا بنحاول نجمل الأشكال الهندسية بالزخارف اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين، تمام معايا؟ نرجع تاني للشكل بعد ما بنحاول نعمله شكل نفعي، يعني زي ما قلنا من شوية هنستخدمه كعلبة هدايا أو شنطة أو كيس خاصة مثلا بمحل تجاري. في بعض الخامات والأدوات بنحتاج إن احنا نشتغل بيها زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. في عندنا ده المقص اللي لونه أصفر، المقص ده عشان لسه في الصف الأول، فدايما بننصح ان يكون حجم او الخامة اللي معمول بيها المقص خامة بلاستيكية عشان نحافظ على نفسنا لا قدر الله من اي اصابة. طيب اذا ما لقيناش مقص بلاستيكي هنستخدم المقص العادي، بشرط ان يكون في متابعة من الاهل عندنا في البيت، الوالد او الوالدة او الاخ يساعدنا في قص الشكل الهندسي. غير المقص في عندنا طبعا المرسام اللي هو هنا، ده المرسام. في عندنا كمان المثلث، ده شكل هندسي بنعمل منه رسمة المثلث. في عندنا كمان الإشارة اللي باللون الأخضر هنا. في عندنا هنا اسمها المنقلة، دي بنعمل بيها شكل الدائرة أو جزء من الدائرة. في عندنا الشكل ده كمان اسمه البرجل، ده بنستخدمه في رسم الدائرة هو كمان. دي كلها خامات وأدوات بنقدر نستفاد منها لقص شكل هندسي عاوزين نعمل عليه زخارف بشكل جمالي. نيجي بعد كده خطوات التنفيذ. بعد ما بنجهز الخامات ازاي ننفذ ونقص الشكل الهندسي؟ أول حاجة بنرسم الشكل الهندسي، يعني في رسم الشكل الهندسي بنستخدم المرسام، بنستخدم المسطرة، ممكن نستخدم المنقالة، ممكن نستخدم البرجل. الأدوات دي كلها بنقدر نستخدمها في رسم الشكل الهندسي. بعد ما بنرسم الشكل اللي احنا عاوزينه سواء مربع أو مستطيل، بنحاول إن احنا نقصه بطريقة آمنة عشان نحافظ لا قدر الله من أي إصابة. بنحاول نقص الشكل بالمقص اللي احنا قلنا يفضل يكون مقص بلاستيكي من خامة بلاستيكية. رقم 3 في التنفيذ بنلصق الشكل الهندسي. ازاي بيتم لصق الشكل الهندسي؟ شايفين اللاصق أو الغيرة اللي في اليد هنا، في منها أشكال كتيرة في المكتبة. مادة بنقول له محتاجين مادة غراء أو مادة لاصقة أو مسدس شمع، ممكن نستخدم كمان مسدس الشمع. ده رقم 3 بنقوم باللصق. 4 بنزخرف الشكل بالزخرفة اللي احنا عاوزينها، وزي ما قلنا في عندنا مجموعة متنوعة من الزخارف، في زخارف نباتية أو هندسية أو كتابية، بنختار اللي يناسبنا. يعني دي تعتبر زخارف بتسمى زخارف نباتية، دي زي ما احنا شايفين هنا، دي الزخرفة اللي هنحطها على الشكل الهندسي، بتدي قيمة جمالية وشكل أفضل زي ما احنا شايفين. هنا الشكل،
وبالالوان بنحاول ننسق الوان تكون متناسقه مع بعضها. وبكده ان شاء الله بيكون خلص درس اليوم اللي هو درس وزخرف بالمربع والمستطيل، وانتهينا منه واخدنا اهم النقاط الخاصه به، وان شاء الله بنلتقي في درس قادم قريبا ان شاء الله، مع امنياتي بالتفوق واستخدام الأساليب الآمنة أثناء التنفيذ. تحياتي لكم أبنائي الطلاب، وإلى اللقاء قريب إن شاء الله.